أكثر من 200 قتيل خلال أيام بسبب الاشتباكات في إقليم دارفور غربي السودان. الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله أكد لسكاي نيوز عربية عودة الأوضاع في إقليم دارفور إلى الاستقرار، وأضاف أن الجيش السوداني ساهم في الفصل بين الأطراف المتصارعة في دارفور. الاشتباكات والمعارك التي تعد الأكثر دموية في السنوات الأخيرة بدأت بين قبائل عربية وأخرى غير عربية بعد مقتل 2 من الرعاة العرب في المنطقة، الذي أطلق شرارة معارك ثأرية واشتباكات بين الطرفين. هذه الاشتباكات تأتي هذه المرة في وقت حرج للغاية للسودان الذي يعاني انسدادا سياسيا وتوترا في الشارع، وهو ما يطرح تساؤلا حول قدرة الجيش على تحقيق الأمن في هذا الإقليم الذي مزقته سنوات الحرب الأهلية، خصوصا بعد أن أنهت الأمم المتحدة مهمة قوات حفظ السلام هناك قبل نحو عامين. من الخرطوم ضيفنا الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية العميد خالد محمد عبيد الله. سيادة العميد أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. تتجدد هذه الاشتباكات في وقت حرج كما ذكرنا يعيشه السودان من جراء الانسداد السياسي، ما مدى خطورة توسع رقعة هذا الصراع القديم المتجدد في المرحلة الراهنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور الغناء. وكما ذكرتي أن شلال الدم ما انفك وما زال في غرب دارفور، هذه الولاية الحدودية التي تجمع جميع القبائل الدارفورية من زغاوة ومساليد وعرب رزيقات وغيرهم في منطقة واحدة يشتركون فيها في الكلا والمرعى وسكنهم كمواطنين وإبلهم وبغرهم ومواشيهم. منطقة كرينيك التي كانت فيها الحوادث الأخيرة هي مدينة كمحلية من ضمن مدن ولاية غرب دارفور، تبعد مسافة 80 كيلومتر جنوب شرق حاضرة الولاية الجنينة. كما ذكرت أن مشكلة الرعاة وأن هناك قضية جنائية وقام أحدهم بقتل الرعاة 2، وطالبوا أهله بالذين قتلوا وذهبوا إلى منطقة كرينيك هذه المنطقة البعيدة، لكنهم لم يعطوا وقت كافي للسلطة القضائية أو السلطة القانونية الموجودة في كرينيك للقبض على المجرمين وتقديمهم للمحاسبة، فأخذوا أمر أنفسهم بيدهم. ومن هنا هذا الأمر يجب على القوات النظامية وعلى سلطة الدولة الأخذ على يد المعتدي. لا يمكن الأمر أن يترك الأمر لمجرم، وهذا ما يجعل البعض سيادة العميد يتساءل. البعض يقول هنا في هذا الإطار، يعني ما الذي سيضمن أن يستمر الاستقرار اللي أكد الجيش السوداني على فرضه في هذه المنطقة؟ تضمن القوات المسلحة السودانية الاستقرار، ولكن في وجود اتفاقية سلام جوبا وعدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية كاملا هو ما يعوق استمرارية الاستقرار. للقوات المسلحة القدرة الكافية لحماية المواطنين والقدرة الكافية لردع أي من تسول نفسه بأخذ حقه أو الاعتداء على الآخرين، إلا أن واجب القوات المسلحة في مثل هذه الأمور يندرج تحت بند اللجنة الأمنية التي تتكون من والي الولاية ومدير الشرطة وقائد الجيش في حاضرة الولاية، هم من يتخذون قرار التدخل في مثل هذه المشكلة. الآن بحمد الله القوات المسلحة سيطرت تماما على المنطقة وعاد الهدوء، إلا أننا نترحم على شهداء تلك المنطقة ونكرر لا يمكن أن يترك المجرم يحتمي بمجموعة مسلحة أو يحتمي بقبيلة ما. هذا الأمر يعود بالمنصة اللي هي القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى أن تتوحد، وهي بهذا التوحيد بتوحيد هذه المنصة يمكن لها ردع
كل من تسول له نفسه بالقتل او الاجرام او الحرق. لكن سيادة العميد، ما دام بندر تشكيلات حتى الساعة لا يزال هناك اتهامات، يعني نعم. البعض يتهم باستخدام العنف الطائفي في دارفور لتعزيز بعض الطموحات السياسية. هل تنجح جهود احتواء الاقتتال في ظل وجود طموحات سياسية؟ هذا الأمر يعود بنا لأصل مشكلة دارفور منذ العام 2003، وهي مشكلة حواكير ومشكلة رعاة صرفة لا علاقة لها بأي نزعة أيا كانت شاكلتها في أخذ الأمر بالسلطة. حتى تدخلت المحكمة الجنائية كما تعلم جيدا، واتهمت فيها القوات المسلحة السودانية بأنها هي من تقتل. هذه الحوادث التي حدثت في منطقة الجنينة، أو ممكن أن نقول شلال الدم الثالث في الفترة بعد ثورة ديسمبر في منطقة الجنينة، أوضح للجميع أن هذا هو صراع بين قبائل بعينها بسبب أو بآخر. لكننا نثق تماما أن القوات المسلحة السودانية قادرة على إيقاف هذا الشلال من الدم وهذه الانتهاكات متى ما أطلقت يدها في الأمر. إلا أن وجود قوات الكفاح، حركات الكفاح المسلح التي أتت باتفاقية جبل السلام، مع وجود قوات الدعم السريع، وجود القوات المسلحة، لا بد من بند الترتيبات الأمنية الذي يعمل على جمع السلاح وتجميع هذه القوات خارج المدن الرئيسة لإعادة تأهيلها وإعادة توزيعها ودمجها داخل القوات المسلحة السودانية. ما لم يتم هذا سوف تكون أمر الأمن متأرجح بين هذا وذاك. ولكننا نثق تماما أن القوات المسلحة غادرة، والآن القوات المسلحة في جنينة وفي حاضرة ولاية غرب دارفور تسيطر تماما على الموقف، على بقية القوات والغادة السياسيين الموجودون الآن في المركز أو الموجودون في مدينة الجنينة أن يقوموا بواجبهم نحو قواتهم على أكمل وجه بتجميع السلاح. وهذا ضروري سيادة العميد، لأنه كما نعلم يعني آلاف الأشخاص وصلوا إلى هذا الإقليم بحثا عن ملاذ آمن. شكرا جزيلا لضيفنا من الخرطوم الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية العميد خالد محمد عبد الله.